حزب حماة الوطن بما شهدته البلاد من غياب للأمن مركزا على دور مرشحهم للرئاسة في عودة الأمن والاستقرار، فيما بدا ردا على تركيز الحملات الدعائية لمنافس الرئيس الحالي على ارتفاع الأسعار أو ندرة بعض السلع. وفي المؤتمر الجماهيري الذي تنظمه أمانة الشباب المركزية لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، يحذر الحزب من الانسياق وراء الدعوات بعدم المشاركة في الانتخابات تحت أي ذريعة. ما فيش حاجة اسمها نتائج محسومة، في حاجة اسمها ان الدولة المصرية حاليا بتعيش حالة من حالات الاصطفاف الوطني الكامل خلف القيادة السياسية، وده ان دل يدل على حالة من حالات الوعي السياسي العالي، وعي بحجم المخاطر التي تحيط بالوطن. المصريين في وقت الأزمات ووقت الشدة يظهر معدنهم الأصيل، الجميع يستنفر والجميع يقوم بواجبه الوطني من أجل الزود عن هذا الوطن في كافة الميادين. وخلال مؤتمره الحاشد يقول حزب حماة الوطن إنه أول حزب سياسي يلتزم بتعليمات الرئيس بترشيد الإنفاق على الدعاية الانتخابية وبتوجيه الأموال التي ستصرف على الدعاية إلى دعم أهالي غزة، كما يلفت النظر إلى أن الرئيس السيسي راهن على الشعب خلال حربه على الإرهاب وكسب الرهان. إنه يعلم مدى أهمية الأمن القومي المصري وله في هذا المجال خبرة كبيرة طبعا من قبل أن يكون وزيرا للدفاع وحتى تولى رئاسة الجمهورية، هو يتعامل مع مقومات الأمن القومي المصري بحنكة وبخبرة وبممارسة. الكلام ده لو حضرتك حسمته في أي مرشح آخر هتلاقي طبعا نصيب مرشحنا هو النصيب المتميز والأكبر والذي يستحق فعلا أن يتلاحم جميع الشعب المصري ويتواجد في أيام 10 و11 و12 والتصويت للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن شاء الله لتولي رئاسة الجمهورية. يرى كل الموجودين هنا في الرئيس الحالي الجدارة والاستحقاق لقيادة البلاد لست سنوات أخرى لإكمال التنمية والإنجازات، كما يشددون على أن إظهار الدعم ضروري إضافة إلى أنه رسالة يجب أن يدركها الجميع في الداخل والخارج. مؤتمر جماهيري جديد يضاف إلى عدة تجمعات حرص حزب حماة الوطن على تنظيمها على مستوى الجمهورية دعما للرئيس الحالي لتولي فترة رئاسية جديدة. المؤتمر هذه المرة تنظمه أمانة الشباب المركزية، لكن الهدف يبقى دائما هو ضرورة التأكيد على الاصطفاف والدعم والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لكي تظهر البلاد بالصورة اللائقة. محمد جمال، النيل للأخبار.